الجلسة اللي تبعتوا معنا من المسلسل اللي أصبح معروف عند القاصي والداني والذي يتعلق بقضية الدكتور التازي. كانت جلسة اليوم جلسة مفصلية وجلسة مهمة بشكل كبير، واللي كيف ما سمعتوا تبعتوا معنا تم الاستماع فيها إلى بين قوسين المتهمة الرئيسية في هذا الملف، واللي هي السيدة مع التحفظ عن ذكر اسمها اللي تيتقال على أساس أنها كانت تقوم بهذا العمل الخيري ديال جمع التبرعات. وكيف ما بدأت الجلسة كانت أسئلة اللي وجهتها المحكمة واضحة ومباشرة ودقيقة، وكانت الإجابات كذلك واضحة ومباشرة ودقيقة وحاسمة حول أولا علاقة هذه السيدة بالدكتور حسن التازي. فأكدت للجميع وأكدت للمحكمة رغم سؤال المحكمة لها أكثر من مرة أنها طوال كل هذا المسار لم يسبق لهذه السيدة أن التقت بالدكتور حسن التازي أو حدثته أو كان على علم بهذه الوقائع بصفة مطلقة، وأن أول مرة سيعلم الدكتور حسن التازي بهذه الوقائع وستراه هو بعد أن باشرت الشرطة القضائية عملها. لذلك اليوم الكلام الذي قلناه في جلسات سابقة قلناه قبل ما نبدأ، وأن الدكتور حسن التازي لم يكن على علم بهذه الأشياء ولم يكن على اتصال بأي كان من أطراف هذه الخصومة يتأكد اليوم، وأكدته المتهمة التي تم الاستماع إليه اليوم ويعني وحسمت فيه بشكل جازم وقاطع. أكثر من ذلك سئلت عن زوجة الدكتور حسن التازي فقالت أنها تعرفها كفاعلة خير وكمحسنة، وأن هي كانت تتواصل معها والسيدة مولية مشقرون لا تعرفها كشخص، أنها تواصلت معها باعتبارها محسنة كذلك وفاعلة خير، وكان هذا هو وجه التدخل ديالها وهذا هو وجه معرفتها بها، وأنها التقت بها مرة أو مرتين فقط، في حين أنه باقي الاتصالات كانت اتصالات هاتفية من طرفها معها عن طريق الهاتف تخبر بأنها محتاجة لمساعدة مجموعة من الأشخاص وكانت تستجيب في كل طلب. النقطة الثالثة همت يعني المتهم الآخر وسي عبد الرزاق التازي، أكدت كذلك وحسمت وواجهت ما قيل في الجلسات السابقة من طرف المتهمين الآخرين بأنه سي عبد الرزاق التازي كذلك لا علاقة له بهذه الوقائع، وأنه وجه التدخل دياله كان لما كان تستعطف في بعض الحالات التي تخص عائلتها، وكان تدخله من أجل إنقاص ثمن الفاتورة للزيادة فيها. لذلك اليوم يعني يتبخر الرواية اللي بمقتضى حرك هذا الملف على أساس أن هاد الناس تيتزوا الناس تيزوروا تيزيدوا في الفواتير تيزيدوا في أشياء تيطلبوا بعباد الله. اليوم هاد السيدة اللي هي المعنية قالت أنني هاد العمل اللي كان اللي جميل في التصريحة أنا ما تنقوش مهما مصحت شفاء، يعني عددت ما يزيد على 6 أو 7 مؤسسات طبية كدير معهم نفس العمل، علاش اليوم مصحة الشفاء ديال الدكتور حسن التازي بالخصوص اللي هي تكون مستهدفة. ديك اليوم يعني تكشفت خيوط عديدة وتم يعني إنارة أماكن مظلمة في هذا الملف من طرف يعني السيدة التي تم الاستماع إليها اليوم، والتي حسمت في أن الكلام عن وجود جريمة تجارة البشر أو شيء من هذا القبيل غير متوافرة بالبت المطلق. أكثر من ذلك قالت بأن هؤلاء الأشخاص الذين حضروا والذين اتصلوا بها باعتبارهم معوزين حضروا واستفادوا من الاستشفاء ولم يؤدوا ولو سنتيما واحدا. شنو بغينا من عدد الناس اليوم؟ يتأكد مرة أخرى أنه وهي قالتها قالت لي معطيني واحد جاش كبير، واحد اليوم جاء يقول أنا ابتزيته، واحد اليوم جاء يقول بأنني تاجرت به. لذلك اليوم يعني ونحن في مسار هذا الملف وفي حلقاته كل يوم يتوضح للرأي العام الوطني والحقوقي والقضاء بصفة خاصة أن هذا الملف ما كان له ليحرك. لذلك نتمنى أن وأنا دائما على عندي كامل الثقة في القضاء.